السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع الكومنت. الكومنت كيف نعملها بالبايثون؟ طبعا الكومنت ليس فقط انه انت تستخدمها لعزل كود معين، انه الكومنت فيها استخدام كأنه مثلا انا لما احب انه اعزل هذا الفانكشن من الظهور في التنفيذ استخدم الكومنت. ايضا الكومنت بتفيدني انه انا اكتب معلومة عن عمل هذه الفانكشن. على سبيل المثال انا ممكن انه عندي مشكلة في هذا الفانكشن، ممكن انا اعزلها مؤقتا. الهاشتاج او البوند هذا هو السامبل اللي بنستخدمه احنا في عزل الكود او عمل الكومنت عن طريق الهاشتاج. لما اعمل run الاحظ يظهر لي محمد عيسى فقط. ايضا الكومنت تفيدني انه انا اعمل هنا هاشتاج واكتب هنا الاشياء اللي انا اريد اوضحها للمبرمج اللي ياتي بعدي في تطوير هذا التطبيق، او لما ارفعها انا على الانترنت واعطيها للناس حتى يعرف بالضبط هذا الفانكشن ما هو عمله. الكومنت مهم جدا، ليس فقط لعزل جزء من الكود من البرنامج الأصلي، بل أيضا للتوضيح آلية عمل هذا الستيتمنت أو آلية عمل هذا الفانكشن. لذلك في بعض الناس أنه لا تهتم في الكومنت كثير، بالعكس الكومنت مهم جدا لما تشتغل في تيم معين أنه توضح له بالضبط ما هو عمل هذا الفانكشن، ما هو عمل هذا الستيتمنت، او ما هي النتيجة. طبعا احنا نلاحظ انه الان البرنامج اللي امامنا بسيط جدا، ممكن اي شخص يتنبأ آلية عمل هذا التطبيق. بس لكن لما نشتغل بتطبيقات على ارض الواقع، تطبيقات فيها مشاريع لشركات، في هذه الحالة يجب توضيح الكومنت. الكومنت مهم جدا 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 لعمل المبرمجين ك مستوى شخصي أو كمستوى فريق، لأنه حتى في المستوى الشخصي أنت تحتاج الكومنت. لما تمر سنة سنتين أو ثلاثة ممكن قد تنسى ذاكرة خونك، ممكن هذه الكومنتات تفيدك بالضبط، تفهمك ما كنت تحب تعمله في ذاك الوقت. أيضا ممكن في الكومنت تستفاد من عنده أنه في حالة أنه أنت عملت هاشتاج، يعني أنت وقفت هذا الكود مثلا لسبب معين، ممكن توضح سبب إيقافك لهذا الكود. كان يكون هذا الفانكشن لم يعد كافيا مثلا بهذه الإصدارة، أو مثلا هذا الفانكشن هو ديباغينج، أوكي، يعني مثلا أنه هذا فقط للديباغ. لما يكون عندك البرنامج تحتاج تعمل تطوير، مثلا تشغل هذا حتى تتأكد من حالة معينة، بعد ذلك تجي تعملها كومنت، لأنه قد لا تكون مهمة لليوزر أنه يعرف ما الذي يجري خلف الكواليس. فإذا هذه طريقة احنا نعمل فيها الكومنت عن طريق الهاشتاج. ممكن تعمل كومنت لسطر أو لأكثر من سطر، لكن خلي في بالك الكومنت هو لعزل جزء من أو مجموعة أجزاء أو سطر من الكود، وأيضا يستخدم للتوثيق أنه أنت تكتب آلية عمل هذا السطر أو آلية عمل هذا الفانكشن، ما هي الأشياء الماثماتيك أو الرياضيات اللي أنت تقوم بها، أو ما هي فكرة هذا الفانكشن. لهنا نقول لكم مع السلامة.